هل تنازلت هيفاء وهبي عن ابنتها زينب؟ المحامية بشرى خليل أول مرة تروي التفاصيل كاملة. كشفت المحامية اللبنانية بشرى خليل عن تفاصيل أول مرة عن طلاق الفنانة هيفاء وهبي من والد ابنتها زينب. وقالت بشرى خليل إن هيفاء وهبي رفضت أن تقوم بكتابة تنازل رسمي عن رؤية ابنتها الوحيدة زينب عقب طلاقها حتى لا يؤثر على نفسية ابنتها فيما بعد، حين تشاهد تنازل من والدتها عن رؤيتها. وأضافت بشرى خليل أن هيفاء وهبي قامت بطلب الطلاق من والد ابنتها الوحيدة زينب، ولكنها تعهدت بعدم اللجوء إلى القضاء من أجل رفع قضية رؤية أو حضانة. وكان آخر أعمال هيفاء وهبي في السينما هو فيلم رمسيس باريس والذي شاركها في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم حمدي المرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة، أسقص، محمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مكرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، إخراج أحمد خالد موسى. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة حياتي وتحيات أسس الثقافة ومعلومة. تابعونا